السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا أحلى متابعين في الدنيا؟ وحشتوني جدا جدا جدا، بقالي كتير ما صورتش عشان كان عندي ظروف. النهاردة بقى هعمل معاكم حاجة سهلة جدا جدا، وحاجة مش مكلفة، وحاجة بجد هتعجب أولادك قوي. عشاء فطار، حاجة كده ما بين الوجبات، حاجة سهلة جدا وحاجة سريعة وحاجة مش هتاخد منك وقت. ما تيجوا بقى نشوف هنعملها ازاي. اول حاجه يا حبايبي، انا معايا هنا اللبن لسه جاي اهو، لسه والله جاي الصبح بدري اهو، لسه طازه اهو. انا معايا هنا كيلو من اللبن، هفضيه بقى. بسم الله. اول حاجه يا حبايبي، انا هغلي هنا اللبن، هنسيبه يغلي الاول كده. حبايبي اللبن خلاص قرب يغلي معايا اهو، هنقله على العين التانية. هنا بيغلي اهو، هنقله على العين التانية. معايا بقى حلة هنا وفيها معلقتين سمنة او زبدة. معايا بقى يا حبايبي حلة فيها معلقتين سمنة او زبدة، وطبعا اللبن بيغلي على العين التانية اهو. هنسيبها بقى تقلح كده. بعد كده حبايبي انا معايا هنا كيس شعريه، ده كيس بحال اهو. لو انت عايزه تحطي كوبايه ماشي، لو انت عايزه تحطي نص كيس على قد ما تعملي يعني. انا عشان ولادي بيحبوه هعمل كيس. تمام. تقلبي فيها كويس كده، طبعا احنا عايزين اللون الذهبي الجميل كده بتاعها. لسه شوية كمان. كده حبايبي اللون ده جميل قوي كده، انا عايزاه كده. بعد كده حبايبي انا هحط بقى نص كوبايه سكر، طبعا السكر ده حسب الرغبه، لو انت عايزه تعمليها من غير سكر خالص مفيش مشكله. حطيت كده السكر اهو. طبعا يا حبايبي السكر ده حسب الرغبه، اللي بيحب السكر قليل شويه بيقلله. بعد كده بقى معايا كوبايه ميه. بصوا يا حبايبي، يعني انا حطيت كوبايه ونص ميه لاني انا عامله كيس بحاله. لو انت هتعملي كوبايه حطي بس ايه نص كوبايه ميه، هنغطي عليها بقى ونسيبها تستوى. كده يا حبايبي استوت معايا بالظبط، خدت 3 دقايق اهي. شايفين اللون ده كده اهي. طبعا يا حبايبي انا معايا اللبن لازم يكون صح، ما ينفعش يبقى بارد. معايا هنا اللبن غلوه يا حبيب قلبي، سخن مولع. بعد كده حبيبي بقى انا جبت الاطباق، طبعا على قد ما ايه من الولاد هيفطروا. إيه عايزه تعمليها فطار، عايزه تعمليها عشاء، على فكره بتبقى حلوه جدا. انا ولاد دلوقتي نايمين، وبصراحه قمت لقيت اللبن طازه كده، فقلت ايه اعملها لهم يفطروا بيها. بتحطي هنا بقى الشعريه. بسم الله. زي ما قلت لكم يا حبايبي السكر حسب الرغبه، يعني لو عندك حد بيشرب سكر زياده بتزودي له في الطبق عادي. كده حطينا الشعريه. معانا هنا حبايبي بقى اللبن، طبعا اللبن زي ما قلت لكم لسه جاي طازه وسخن. بسم الله. شايفين الجمال كده؟ تقومي بقى كده تعمليها عشاء، تعمليها فطار، حاجة حلوة كده وخفيفة وسريعة، وطعمها بسم الله ما شاء الله ما خدتش في ايدينا وقت خالص. وكده
كده حباب قلبي شكل الشعرية بقى وتقدميها بالهنا والشفا. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، ويا رب يعجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب للقناة. شكرا ليكم يا أحلى متابعين في الدنيا.